لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بان بنكار جين دم إبادات تجمبو قوات دم بيتوحيد تجمبو الله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. الله تعالى من تطول جوك لاي نورال تنوير ربا جين تن لاي كراو أمبي توحيد تجمبو لا يدخل الجنة إلا موحد. من بان جول تان سوالاي كراو أمبي توحيد تجمبو الله سبحانه وتعالى. ثم قد يسألك إنسان يقول هل أنت موحد؟ جون كان لأقلا سوطة تانا نأين تاو جينا موحد تجمبو الله؟ تقول نعم أنا موحد. ين شلايتا نعم ين توحيد تجمبو الله سبحانه وتعالى. يقول لك اشرح لي بين لي ما هو التوحيد. جب بسن جيكي سورة تانا نأين آج راي راب ريب راب بانتيا ويتا ده هذا التوحيد. فإذا عرفت التوحيد هذا معنى أنك موحد، وإذا لم تعرف التوحيد نقول أنت كاذب في هذا. أيوة بسن شيء ندن نأج بق سرائب نهاي بنتان نهاي أجمع التوحيد بسن شيء أتى بنتان نبق بره نبمن أجمع التوحيد تجبو الله تعالى. ثم قد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ جون هاي كو أتى كيسو تتا نأج شرك تجبو الله. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. بينو جيني شلاتا سوم بنجيه أمبي الله سبحانه وتعالى ين بمجي نادل مشرك تجمبو الله تعالى. يقول طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ جاب بسنجي سورة أويتو شرك دال كي حام قد الله تعالى بان حام قد مجمبو. إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه. بسنجي ين من دن أمبي بركا شرك تي جون كال ين أتلع تجول نخنون تنوينا مويدال آج أو ين ها ين تلع جول دا ين من دن كلون.